ده اوقات منه اخطاء كتيره، واوقات منه النص جنيه ده 2019 ميلادي 1440، اوقات الهجري بيلحق الميلاد مرتين، اوقات بتلاقي يعني 1441 ديت مش مشكله في اخر السنه، اوقات بتلحقها تمام. فطبعا نشوف بقى السلسله الجديده اللي هي الاسعار الجديده ديت اللي هي موثقه، طبعا السعر بيعمل كام في اللي هو النص جنيه بتاع الشبكه القوميه للطرق اللي هي مصر تحت تمام. اوقات بتلاقي طبعا احنا بنتكلم في عملات عاديه يا جماعه، اسعار عاديه غير الاخطاء، ملناش دعوه بالاخطاء خالص. الاخطاء طبعا ديت تعمل لوحدها فلوس خاصه، يعني الاخطاء في اخطاء شائعه وخطا نادره. الخطا خطا ممكن الشائع ده يزيد 5 جنيه 10 جنيه بالكتير، خطا النادر ده ممكن يزيد الضعف واكتر كمان تمام. فبتلاقي اخطاء منها كتير طبعا، من ميول، من رسم رفيع، يعني مثلا اوقات بتلاقي ديت رسم رفيع، واوقات دي بتلاقي رسم تخين، ده عادي بتبقى اصدارين اتعملوا من العمله نفسها، بيبقى فيه خط رفيع وخط تخين، دي مش مشكله، ما بتاثرش يعني، دي مش خطا شائع عادي خالص منه، مش مشكله تمام. فطبعا مش موضوعنا الاخطاء، احنا نتكلم في الاسعار العاديه للعمله ديت يا جماعه تمام. العمله دي يا جماعه طبعا انا قلت قبل كده ابعتوا لي الاخطاء بتاعتكم، دايما ابعتوا لي اخطائكم علشان تستفيد منها، اقيمها لك، اجيب لك سعرية، اعرضها لك على القناه، الكل يستفيد منها، ومنها بعرض لك ده اعلان ممول ليك يا اخي، اقول لك اكتر من كده يعني، بعرض لك عملتك واحد هاوي ممكن يشوفها ياخدها لو خطا نادر ولا بتاع، وانتوا ولا كاني هنا خلاص كل واحد حر تمام. عايز اعرض لك عملتك، ما تبعت لي عملتك وانا ابعتها واعرضها لكم على القناه، ايه المشكله؟ ما هو في حد بيعمل كده؟ والله حد بيعمل كده. اتمنى الجميع يا رب يبيع، وكل هنشوف بقى السعر ده بتاع دي الاول ومعموله من ايه. اولا يا جماعه العمله ديت نشوف سعرها في الكتالوج العالمي، بس الاول العمله دي نعرف برضو كل حاجه، كل معلومات عن العمله دي، دي افاده والله ليكم انتم، يعني لازم اعمل كده، دي واجبي. تقوليش بقى انت بتتكلم كتير بكده، لازم اقول كده سبحان الله. العمله دي يا جماعه من النحاس المطلي بالفولاذ، الوزن بتاعها 6.5 جرام، القطر بتاعها 23 مللي، السمك بتاعها 2.3 مللي، عدد الصك من القطعه دي يا جماعه اللي هي بتاعه الشبكه القوميه للطرق مصر ديت 25 مليون قطعه، 25 مليون قطعه يا جماعه. السعر الرسمي بتاعها اللي في الكتالوج مكتوب كده اهو بالظبط، مكتوب بكام يا جماعه؟ موجود بالسعر كامل 29 جنيه و55 قرش او 60 قرش كمان تمام. 29 جنيه ده السعر الرسمي اللي تبيع بيه، يعني تبيع بكام من الاخ؟ نبيع بكام؟ نبيع ب 25 جنيه اذا جالك فاسع ماشي تمام، نبيع ب 30 جنيه، نبيع ب 35 جنيه، وتوصل ل 40 جنيه، واللي عاجبه ياخد ياخد، اللي مش عاجبه العمله معاك تزيد، العملات هتنزل بلاستيك، العملات كلها هتنزل كده كده، العملات ديت مش هتبقى موجوده لان ما عادش هتتسكر، للعملات التذكاريه فقط، فدي هتطلب هتطلب وغصبا عن الكل، حتى التجار اللي بتبغدوده حتى الاسواق هيدوروا عليها مش هيلاقوها، ساعتها يقول لك هاتها، هتقول له ب 100 جنيه ب 200 جنيه، يقول لك هاتها، لان هو يعرف يصرفها ويبيعها باكتر من كده، لان الناس هتبقى محتاجاها، هتبقى زي اثار زي تحف، الناس تاخدها تحطها في البيو تمام. مش هقول اكتر من كده، نصبر. يبقى عرفنا سعر العمله دي كام، العمله دي ما تبيعهاش اقل من 30 جنيه 25 جنيه كمان، لان انا قلت لك متسعره ب 29 جنيه و60 قرش تمام. هتقول لي بقى مش عارف ايه اسواق، هتقول لي ناس مش راضيه، هتقول لي مش عارف ايه، ماليش في الكلام ده كله يا جماعه. اللي عايز يعين عملته يعينها، اللي عايز يروح يبيعها بالكيلو يبيعها، اللي عايز يبيعها ب 5 جنيه يبيعها. انا بقول اللي ليا واللي عليا، وبقول لكم الصراحه والحق وخلاص، ما حدش بيعمل كده في القنوات، ما حدش بيجيب لكم كده، ولا حد بيعمل كده. هتقول لي بنقول في ناس بتقول عليها الاخطاء دي، خطا يعمل 1000 جنيه، خطا يعمل 500 جنيه، انت عارفين نبيع عملاتنا ب 40 ولا 50 جنيه عشان نقول اخطاء ب 1000 جنيه واخطاء بتاع، حد لا ياكل عشان يقعد يشتري عملات دلوقتي؟ ما نصبر شويه ولا قال لا، خلينا كده واضحين في التعامل، خلينا، انا طول عمري قلت لكم الصدق الصدق من البدايه، ومن البدايه بتكلم بصراحه في كل شيء. عملتك دي تسوى جنيه بقول لك جنيه، عملتك دي تسوى 30 جنيه بقول لك 30 جنيه، تبيع بقى ب 5، تبيع ب 10، ما تبيعش اعمل ايه يا جماعه؟ اطلع عصايه سحريه ابيع لكم عملكم؟ اصبروا شويه ربك يسهل تمام. فده السعر اللي احنا قلنا عليه واللي انت هتبيع بيه بس وخلاص، ما تبيعش لاي حد ولا في الاسواق، ولازم نعمل مقاطعه شويه للناس ديت عشان يحترموا نفسهم ويشتروا العملات، صعب العملات تشح منهم، هم جابوا العملات دي منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده، لو ما لقوش عملات بكره صدقني هيقول لك هات، غصب عنه هيجي في يوم من الايام والله، وهتطلب بيعها زي ما انت عايز، بس اصبر بس وخلاص تمام. دمتم في رعاية الله وامنه، اتمنى ان اكون بفيدكم، اتمنى انني اكون بفيدكم، وتقدروا التعب وتقدروا